شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية احتفالا رسميا كبيرا بمناسبة استبدال يوم البحارة المكتشف كولومبوس بيوم المواطن الأصلي. هناك حركة ونحن جزء منها، ونقوم بتسريع النقاشات لإحراز تقدم، وهذا هو الدور الذي تلعبه لوس أنجلوس عادة. نحن نصحح رواية خاطئة ونسعى لاسترداد تاريخ السكان الأصليين. المناسبة التاريخية شهدت استعراضا منوعا لمختلف الأمم الأصلية والتي قدمت من مختلف بقاع قارة أمريكا الشمالية. إنه لشرف لي أن أرتدي هذا الزي الذي يحمل الكثير من الرموز، مثل الألوان التي ترمز للنضال في الحياة داخل مجتمع المحاربين في القبيلة. الريش في هذا الزي يمنح لنا ولا نشتريه، بل نتبادله فيما بيننا. السير بهذا الزي هنا يهدف إلى تمثيل أهلي وإبراز أنهم موجودون حتى اليوم. العديد من الشخصيات البارزة في عالم الفن والرياضة والإعلام كانوا حاضرين لمشاركة أقرانهم المواطنين الأصليين بالمناسبة الوطنية. وجودي هنا يعتبر امتيازا وأشعر بالفخر. لقد ترعرعت في لوس أنجلوس وأفتخر بمشاهدة المواطنين الأصليين وأحيي صمودهم من أجل حقوقهم. البرنامج شمل تسليط الضوء على العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين الأصليين، منها مشكلة أحد القبائل التي تطالب الحكومة المحلية في الولاية بإعادة تقسيم موارد المياه التي كانت تابعة للقبيلة وتم الاستحواذ عليها في أربعينيات القرن الماضي إثر مقايضة غير عادلة حسب أفراد القبيلة. هل تعلم من أين تأتي المياه؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه على المشاركين اليوم. الماء الذي يغطي احتياجات لوس أنجلوس يأتي من الشمال عبر مسافة 250 ميلا، وهو يأتي من أراضي شعب البايو. لقد عشنا كثيرا من المصاعب والتحديات. اليوم الوطني للمواطن الأصلي يعتبر الأول من نوعه في مدينة لوس أنجلوس، وتطلع أفراد المجتمع الأصلي أن تحذو بقية الولايات والمدن حذوها باستبدال يوم كولومبوس بيوم رسمي للمواطن الأصلي. قرع الطبول النصر ورقص المواطنون الأصليون رقصتهم التاريخية على أرض أجدادهم، لوحة تختزل مسيرة طويلة خاضها هؤلاء نحو الاعتراف بيوم المواطن الأصلي من قبل مجلس مدينة لوس أنجلوس، يوم شكل خطوة كبيرة على درب تحقيق الملائمة والتوافق الكامل بين الهوية الأصلية والمواطنة بكل ما تشمله من حقوق وواجبات في المجتمع الأمريكي. من لوس أنجلوس كاليفورنيا، ستيفن نبيل، قناة الحرة.